يقول أحسن الله إليكم، هناك من يقول بأن المظاهرات على الحكام الكفار جائزة لأن الكافر يجوز الخروج عليه. المظاهرات إذا كان يترتب عليها أضرار وتخريب وقتل وسفك دماء وضياع أمن ما تجوز، والقيام على الحكام الكفار ما يكون بالمظاهرات، يكون بالجهاد في سبيل الله تحت راية مسلمة تقودهم تغزو بهم الكفار، مثل ما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يغزون الكفار بجيوش تحت رايات منظمة ويقاتلونهم. أما المظاهرات هذه لا تأتي إلا بشر ولا تأتي بخير، بل تكون سبباً للفتنة ولا تنتج شيئاً، مثل ما تعرفون الآن. هل أنتجت هذه المظاهرات خيراً؟ ما أنتجت خيراً ولا تنتهي من مظاهرة لمظاهرة، لأنها ليست منظمة تنظيماً شرعياً تحت راية غازية مسلمة. نعم.